طيب تعالى نشوف كده القص ده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. اللحم يا جماعة، حمام اللحم اللي الناس كلها بتسأل عليه اهو، بيأكل زغليل طبعا. ده اللي انا عايز اقول لك عليه، الحمام هيرجع يشتغل. شوف حمار جسم الزغلول اللي انا قلت لك عليه قبل كده اهو. طيب الدرج ده اللي كان مليان ميه، شايف الدرج؟ انا ما نضفتوش بقالي اسبوع عشان اوري لك المنظر ده، بقالي اسبوع انا كنت كل يوم بكب منه ميه. هتشوف دلوقتي الفرق، اوري لك الفرق الدرج لما كان فيه ميه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، فاكرين لما عملت فيديو وقلت لك 7 شروط لازم توفرهم عشان لو هتعمل مزرعة حمام لحم أو أي حمام، لازم لو هتربي أي حمام يكون متوفر عندك 7 شروط، فاكر الفيديو ده؟ الفيديو ده قلت لك في وقتها، قلت لك إن أهم شرط في 7 شروط إن يتوفر عندك الطبيب البيطري والأدوية البيطرية الفعالة. الحمد لله بعد ما استخدمنا المنتجات اللي بيقول عليها المهندس أسامة حسين، طبعا حضراتكم عارفين في فيديو سابق كنت أنا صورت لكم حمام بيعمل مية في درج السلاكة وزغليل غرقانة حتى في المية. طبعا استخدمت الأدوية اللي كان قال عليها وقتها المهندس أسامة حسين، وده اللي شجعني أني أشتري باقي المجموعة كلها أو الجدول الوقائي بالكامل. الحمد لله الأدوية دي اتوفرت للناس اللي هي من دمياط أو من بورسعيد، بمعنى أن أنا خدت توزيع الأدوية دي في دمياط وبورسعيد. طيب هتقول لي أنا مش من دمياط أو أنا مش من بورسعيد، هقول لك صور للمهندس أسامة حسين الحالة، أسيب لك رقمه دلوقتي على الشاشة، صور له الحالة، هو هيوصف لك العلاج، ما تاخدش العلاج مني أو من أي حد تاني أو من أي موزع. المهندس أسامة حسين هتبعت له فيديو قصير تصور له الحالة، هيبعت لك العلاج او هيقول لك اتي كذا واتي كذا. لو انت مش عارف تجيب منين، مهندس اسامة او انا هبعت لك الوقت، هحط لك برضو الموزعين في جمهورية مصر العربية بالكامل، هتشوف اقرب موزع ليهم مين يشحن لك، او لو انت ما انتش عارف مين اقرب موزع هنقول لك برضو، هندلك على ونساعدك مين اللي يعطيك الادوية او اللي يشحن لك الادوية، اقرب حد ليك يشحن لك الادوية. تمام كده، مهندس اسامة هو اللي هيشخص والموزعين هتوزع لك الأدوية. أهم شيء في الموضوع ده يا جماعة التشخيص. يبقى أنت هتدفع في إزازة الدواء دي، مش هتدفع تمن إزازة الدواء، ده أنت دفعت إزازة الدواء وخدت عليها التشخيص كمان مجاني والمتابعة مجاني. بالطريقة دي عالجنا الحمام. طيب لو أنت من دمياط أو من بورسعيد هتكلمني على الرقم اللي هسيبه لك دلوقتي على الشاشة، وتقول لي ابعت لي اشحن لي الكذا كذا كذا الادويه اللي هي الفلانيه اللي انت المهندس اسامه قال لك عليها حسب الحاله اللي عندك. ان شاء الله هننزل الجدول الوقائي الشتوي اول الشهر اللي جاي، يعني بدايه كده من شهر 11 ان شاء الله هنبدا نشتغل بالجدول الوقائي الشتوي. هسيب لك دلوقتي الجدول الوقائي الصيفي اللي هيبقى فيه تعديلات بسيطه علشان نخليها للشتاء ان شاء الله، لكن ده اللي قدامك على الشاشة اللي هو جدول الصيفي. أسئلة بتسألها الناس عن العلاج، العلاج ده يا جماعة كل الأدوية دي مصنعة بحاجة اسمها تكنولوجيا النانو، وكلها مصنعة من مغذيات طبيعية. يعني بمعنى ايه؟ ان انت ممكن تذبح في اي وقت، لو انت حتى مربي فراخ بيضة وعايز تذبح، طبعا فراخ بيضة دورتها سريعة وتستخدم الأدوية دي، اذبح على طول مفيش اي مشكلة، مفيش فيها فترة السحب او فترة الرفع اللي موجودة في الأدوية التانية. الادويه دي مغذيات طبيعيه، يعني تربح في اي وقت. تمام كده. طيب الناس اللي هي كانت سالت وقالت ان العبوات كبيره، الناس اللي هم بيربوا كميات صغيره، طبعا اقل عبوه من دي 100 ملي او 100 سنتي زي ما احنا بنقول في مصر، فانت طبعا كنت عايز عبوه 50. مفيش تقطيع في العبوه دي لسبب يا جماعه، يعني ما ينفعش ان انا اقسم منها لسبب. احنا اتكلمنا في الحكايه دي مع المهندس اسامه حسين، انا طلبت منه ان الشركه تعمل عبوات 50 ملي، قال ان التكلفة هتكون اعلى. ليه؟ لان الشركة بتستخدم ازازة زي كده، لو لاحظت ان هي دي الازازة، شكل الازازة مغلفة من الداخل بطريقة معينة ان هي ما تدخلش الضوء والعوامل الخارجية ما تأثرش على العلاج عشان يكون صالح معاك لمدة السنتين. صلاحية الدواء دي يا جماعة سنتين، فانت هتستخدمها وانت مرتاح. فيعني اذا كانت الكمية عندك قليلة الازازة هتقعد عندك سنتين، فهتكون كافية ان شاء الله وتكون صالحة للاستخدام، فما تقلقش من الحكاية دي بإذن الله. والشحن يا جماعة، الشحن اللي انا بشحنه، انا بشحن لدمياط وبورسعيد فقط. طبعا الجماعة اللي من دمياط، انا من دمياط، يشرفوني، ولو اللي مكانه بعيد برضو اشحن له.
لكن الناس اللي من بورسعيد بشحن لهم، اللي من محافظات تانية في موزعين تانيين في كل محافظات مصر ان شاء الله، او اقرب محافظة ليك هو اللي هيشحن لك العلاج. طيب ما تيجوا نطلع كده على طول للحمام، انا اطلع اكل الحمام ونشوف برضو الحمام، اوري لك الفرق قبل ما استخدم. سيب لك دلوقتي اللقطات في الدرج بتاع الدرج البلاستيك كان عامل ازاي، المايه اللي كانت في درج البلاستيك، المايه اللي كانت فيه وكأن كنت مربي ارانب، ودلوقتي هوري لك نفس الدرج اللي كان في المايه بقى شكل زبلة الحمام عاملة ازاي. طبعا احنا طول عمرنا بنقول زبل حمام، لكن بأمانة انا ما كنتش بشوف زبل الحمام قبل ما استخدم العلاج ده، كنت بشوف مية، وطبعا دي مشكلة في الحمام. لكن دلوقتي لقيت الحمد لله الحمام رجع لطبيعته يا جماعة. طبعا انت هتجرب، انا مش عايزك تجرب الا اذا كان عندك مشكلة فعلا في الحمام، كان عندك مشكلة ابعت الفيديو زي ما قلت لك للمهندس اسامة حسين، ورجاء ما تطولش عليه، الراجل مش فاضي ان هو يرد على الناس عشان يقدر يرد على الناس كلها. اللي عنده اي مشكلة يا جماعة في مصر كلها وفي الوطن العربي بيكلمه بيوصف لك العلاج، وهتشوف ان شاء الله التشخيص اهم من العلاج. طب تعالى نطلع على طول نشوف الحمام. طيب تعالى نشوف كده القص ده، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. اللحم يا جماعة، حمام اللحم اللي الناس كلها بتسأل عليه اهو، بيأكل زغليل. طبعا ده اللي انا عايز اقول لك عليه، الحمام هيرجع يشتغل. شوف حمار جسم الزغلول اللي انا قلت لك عليه قبل كده اهو. طيب الدرج ده اللي كان مليان مية، شايف الدرج، انا ما نظفتوش بقالي اسبوع عشان اوري لك المنظر ده، بقالي اسبوع انا كنت كل يوم بكب منه مية. هشوف دلوقتي الفرق، اوري لك الفرق الدرج لما كان فيه مية. طيب شوف قص تاني اهو، بسم الله ما شاء الله، الحمام لما رجعت صحته تاني اهو يا جماعة ما شاء الله لا قوة الا بالله، زغلول لسه صغيرة، لو شفت تحت بطهم كده او تحت جناحهم هتعرف ان الزغلول لسه صغيرة. ماشي الاهالي اهم، الاهالي اهم راقدين على حصى فوق في الرف العلوي اهو، راقدين في الرف اهو، تمام تحتهم حصى اهو، نشوف بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. طيب نشوف هنا اهو، طبعا حضراتكم عارفين ان انا كنت بايع الحمام، كنت بايع الحمام اللي شغال، فطبعا فض زغاليل صغيره وحاجات زي كده، فانا عملت ثلاثه واربعه، هتلاقيني حط كده تل دول ثلاث زغاليل اهو، والقص بتاعهم فوق اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب تعالى هنا كده للسلاكه الخشب دي ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا عايز اوريه لك بقى، شوف ارضيه السلاكه ناشفه ازاي، ده كان كل ده بيطلع مبلول، هنشوف الزغاليل اللي لسه صغيره. شوف يا جماعه ما شاء الله الزغلول ملى، الزغلول بقى فيه لحم، هو طبعا زغلول لحم لازم يكون فيه لحم اهو ما شاء الله اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، ربنا يبارك لك يا باشمهندس اسامه، والله حقيقي ربنا يبارك لكم الناس اللي اشتغلت على الدواء ده اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا كل ده واحنا لسه ما اشتغلناش بالجدول الوقائي كامل، احنا دوب كده استخدمنا كام صنف المهندس اسامه قال لي عليهم، على ما يجي اول الشهر ابدا اشتغل بالجدول الوقائي الشتوي. لكن بوري لك النتيجه برضو، الناس اللي هي عايزه تشوف النتائج يعني على الطبيعه. كان في حد بيسالني على اللحم السلفر، عايز يشوف شكل الحمام وشكل زغليله. اه يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اللي انا اكتشفته من الحمام اللحم السلفر ان هو سرعه في الانتاج اعلى من الحمام اللحم الابيض. طبعا ده كان حمام وارد الكويت، اللي انا كنت جايب قصين كده من الاستاذ هاني الغالي اللي هو كان بيشتغل في الكويت وجايبهم وهو جاي، ده قص منهم ما شاء الله، انا لسه فاطم من عنده ثلاث زغاليل، عشان والله انا خدت بيض من النص يعني، كان حصه كمان في النص وشلت بيضه عشان اريحه شويه، وسبت له الزغاليل ان هو يكبرها، وشلت الزغاليل دلوقتي في الارض، هوري لك برضه زغلول من اللي انا شايلهم منه دلوقتي. ده زغلول من زغليله بسم الله ما شاء الله. طبعا ممكن تشوف ان هو عادي كده، لكن لما تمسك الزغلول في ايدك هتعرف الفرق، هتعرف ان هو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك ان شاء الله. لكن ده يا جماعه ما حدش يطلبه مني، مش للبيع، مازال لسه قدامي حوالي سنه اما ابدا ابيع من اللحم السلفر، تمام اهو. بنزله بس عشان ايه؟ بوصل بيت. حتى القص الزاجل ده يا جماعه بسم الله ما شاء الله، برضه اهوت لحم العيش في العيش، كان معاه الثلاث زغاليل دول، ابوهم هنا اهو بياكلهم ما شاء الله لا قوة الا بالله، ودول الثلاث زغاليل كنت حاطط لهم زغلول لحم كمان زي ما حضراتكم عارفين.
وهنا برضو ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده انا حاطط له زغلولين مع زغلولين بتوعه، يعني اربعه، هم اربع زغاليل، بس طبعا بحطهم في عمر اكبر شويه، ما بحطهمش وهم صغيرين، يعني بيحضن اربعه وما شاء الله حاصه في الطاجن اهو. نشوف له شويه تحديق نفرشهم له، لسه محصه اول حصويه اهو، ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهنا ده يا جماعه برضو ما شاء الله لا قوة الا بالله، مع زغلولين، وحصة من حوالي اسبوع. القص ده حصة من حوالي اسبوع، وانا خدت البيض بتاعه حضنته تحت حمام تاني، لان الزغاليل طبعا كانت صغيرة، فانا فضلت ان هو يكبر زغاليله افضل. خدت البيض بتاعه حضنته تحت حمام تاني، لان طبعا زي ما انت شايف كده من اسبوع ولسه الزغاليل صغيرة دلوقتي. طيب لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.